صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن. صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ننام، يعلمنا كيف نأكل، يعلمنا كيف نشرب، يعلمنا كل شيء، الدين والدنيا. كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى النوم نام على جنبه الأيمن ووضع خده الأيمن تحت كفه الأيمن، هكذا كان صلى الله عليه وسلم ينام. قال جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن، إما هكذا إما هكذا، المهم ينام على اليمين. ودائما السنة يتوجه إلى القبلة، أن الآن القبلة هنا، النوم سيكون هكذا. هكذا ينام صلى الله عليه وسلم غالب نومه، مع أنه جائز أن ينام الرجل على 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 ظهره، وإذا انقلب على اليسار أيضا جائز لا بأس، لكن النوم الذي على البطن هذا هو الذي منهي عنه، لأنها ضجعة قال صلى الله عليه وسلم يبغضها الله ورسوله، نوم ما يحبها الله ولا يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. من عجائب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاب نام على بطنه وأيقظه صلى الله عليه وسلم بأن حرك رجله وقال له إنها ضجعة يبغضها الله ورسوله. من عجائب هذا الحديث الشريف أن يوم من الأيام كان عندنا شاب وجيت أوقظهم على صلاة الفجر، ضيوف عندنا ناموا عندنا، وجدت نائم على بطنه، فقلت لهذا الشاب عند بعدما استيقظ وصلينا، قلت له هذه النوم بيني وبينه، هذه النوم غير جيدة لو تتركها. قال ما أقدر أنام، ما أقدر أنام لا على ظهري ولا على يميني ولا على شمالي، ما أقدر أنام، لو ما هكذا ما يأتي النوم في عيني. قلت فكيف لو علمت أنها ضجعة يبغضها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبغضك؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يبغض هذه النومة، ما تعجبه، ما حلوة أن تنام على بطنك. سكت. بعد ذلك الله قدر يزورنا مرة ثانية، وجدته لا ينام على بطنه، فقال منذ قلت لي يبغضها رسول الله أنا أبغضها، مع أني ما كنت أقدر أتركها، ما كنت أبدا. هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل في القلب بشكل صحيح أصلح القلب وأصلح القالب أيضا. نعم.